قبل أسبوع واحد من الانطلاقة الرسمية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، ما يزال الإقبال على اقتناء الأدوات المدرسية ضئيلا، حيث يشكو باعتها من ضعف الإقبال عليها، ويرجعون ذلك لأسباب عدة أبرزها عدم الرجوع أغلب الأسر من موسم الخريف. الحمد لله تحضيرات المحاضرة غير إقبال الناس ما فات خلق مازال ضعيف حتى، إلا أنه يقدوا ذاك ناتج مولي عن الناس مازال تشور موسم الخريف، وناتج مولي عن قلق الأسواق بلي هذه قدرهات اللي مقفولة أتم أثر مولي على السوق بلي زبون ماتلي قد يوصل لنا بعد ياسر من المشقة بحرارة الشمس وصعوبة الطريق مولي ما هو شابر الطريق يوصل لنا، ولذلك بعد مازال الإقبال ضعيف حتى. وقد تباينت الآراء حول أسعار وجودة الأدوات المتوفرة في السوق بين من يراها في المتناول ومن يراها عكس ذلك. وعلي حتى دي سامباج يبيعوه بألف زايد، يالتم قبل الدور يالتم تقبل شوي عن المواطنين كان قد حد يزق لهم شي، يالتم تعرف لهم شي بعد. سكات ما سكت عليهم قال بعد كلامهم عنه لأنه نفس الشيء اللي يعود عاد مولي يعود عار مولي يعود نقص. أسعار المواد متناول للجميع الحمد لله، هذا العام الدفاتر اسعارهم مناسبه، قال نحن بعد انها لا مناسبه للجميع، فهم مولي الاسعار كاملها، فهم درجات، فهم كاليتي زينه حتى عندها سعر وكاليتي دون ذاك عندها سعر، هم درجات درجات من انواع الدفاتر وكلهم عندها سعرها، واسعارهم بعد نقول احنا انها لا مناسبه للجميع، ما هي صعيبه ومتوفره مولي كاملها. وطالب مواطنون السلطات المعنية بتوفير الأدوات المدرسية بأسعار رمزية إسهاما في الرفع من شأن المدرسة الجمهورية التي يرون أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. أسعار الأدوات المدرسية الدولة توفر لها وتوفر هي نفسها، توفر كل 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 مدرسة توفر عندها، والله المكاتب توفر عندها الأدوات المدرسية مجانية، والله زاد شبه مجانية. يذكر أن افتتاح العام الدراسي الجديد سيكون كما هو مقرر يوم الاثنين القادم الموافق للـ7 من أكتوبر الجاري 2024.